بسم الله، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. وش راكم يا البنات؟ وش خباركم بناتي خياتي؟ ان شاء الله تكونوا قاع بخير البنات. اليوم ان شاء الله راح نعمل معاكم شطيطحة سردين، روعة يا البنات الشطيطحة هذه. نبداو على بركة الله. عندي سردين صغير، هذا من نوع صغير ويكون رقيق ومليح، يعني شوفوا كيفاش راني نحلو بالسلسول نتاعو والعمود الشوكي كاع نحولو نقيه مليح، ومن بعد نشلو بالخل والليمون ونبدا في الطريقه باذن الله. شوفوا عندي توابل، عندي فلفل احمر وكمون وملح وثوم. شوفوا بعد ما نظفتو نقدر نعملو الدرس نتاعو. شوف عندي نص مغرف فلفل احمر، نص مغرف كمون، نص نديرو درك ونص نديرو في لاصوص، وعندي قليل من الملح وثوم. كيما نعرفو يعني انواع الحوت بكل انواع يحب الثوم والكمون، وعندي نص مغرف طماطم مصبره. شوفوا كيفاش نعجنو بيدي مليح، نقدر نعجنو في الروبو بصح انا عجنتو بيدي. بعد ما كملت عجنتو شوفوا دوكا نديرو على شكل بولات، قد حبس على يعني قد حبس على الحلوى كيما ما نديرو لي بول تاع البيونداشي بلا ما ندير لهم الفرينه لا الخبز لا والو. البنات شوفوا حاكمين ارواحهم. نخليهم 10 دقائق ومن بعد نلوحهم في لاصوص. شوفوا البوله تاع السمك. دوكا نجيب النجره نتاعي ندير فيها تقريبا 2 مغارف زيت او 3. ونزيد لها فصوص من الثوم، نسكرفجهم. جوج مغارف طماطيش مصبرة، كيما قلت لكم الحوت يحب الكمون والثوم. نزيدو نص مغرف فلفل احمر ونديهم على النار يتغلاو. شوفوا بعد ما يبداو يتغلاو نمرقيهم وما نكثرلهمش من المرق، ما نكثرش من الماء، ندير يعني قليل من المرق لانه نعرفوا كيما الحوت اذا ما عندوش ما يخص الوقت يعني بكثره في الطياب. نزيدو الملح
بعد ما تغلات مليح. شوفوا درك نمرقيها وما نكثرش الماء، تقريبا كاس ونص تاع الماء. كنلوحو لها لي بولات نلوحهم في المرق. شوفوا ما عنديش المرقه، يعني عندي مرقه قليله كيما قلت لكم، الحوت فيه ساعه يعني يطيب ما عندوش الروح. وطيابو سهل وخفيف. الورقه تاع الرند لانه يعطيه قوم مليح. ودركا طاب شطيت حتاعنا. شوفوا يا البنات هذاك اللون اللي عندها، جات روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وجات مليدمه وعندها واحد الريحه روعه. شوفوا نرفدها قدامكم وخاثره وبنينه. شهيتكم يا البنات في الجنه ان شاء الله. ودرت معها سلطه عاديه جدا كيما مالفه نديرها وكيما عودتكم بطاولتي يا البنات. ودركا ما بقى لي نقول لكم مع السلامه مع كويزين ريم. ما تنساوش تعملوا لي جيم وتبارطاجوا قناتي مع الاهل والاصدقاء.